بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. وآخرتها الظاهر حنرمي الفوطة. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين. وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة، الحلقة 851. المهندس عدلي راجع لنا من أجازة قصيرة عشان يرمي الفوطة. ده كلام الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. إيه؟ ربما كانت الأجازة أولا يعني بمناسبة الحمد لله على السلامة، يعني ما أقدرش أقول أكتر ما كان فضل الله عليك كبيرا. الحمد لله، الحمد لله على السلامة. يعني أرصى كده كلنا لازم نفهم إن إحنا قد كده وهو صغيرين. الحمد لله على السلامة. الله يخليك. ألف ألف سلامة. استحملني بقى في لأن أنا كانت فرصة للتأمل في المشهد. حلو. فاكتشفت إن إحنا لما اتلعب في كأس العالم في قطر، خرجت المغرب منتصرة فنيا هي والسعودية. أي. وخرجت قطر منتصرة تنظيميا وثقافيا طبعًا. من التنظيم. طبعا. تفائلت وقلت لعله خيرا ان نستفيد من التجربه ونغير ونبتدي نشتغل. اللي حصل ايه؟ مين اللي غار؟ اخواننا العرب. الدوري السعودي فكروا بقى، عملت لي كاس العالم هعمل لك انا العالم. حلو حلو. كله بيطور وبلا هواده وبانطلاقات، عشان تلاحقها لازم تبقى في احسن حالاتها. بينما نحن غارقون في الانتماءات، غارقون في السطحية، غارقون في القضايا الهيفة، غارقون في أن نفرج الناس علينا، في خناقات مفتعلة، غارقون في إفراز أسوأ ما لدينا إعلاميا على السطح، تجار الكراهية والسباب والشتيم وتزوير التاريخ. دول اللي بيصدروا المشهد، وبذكاء الإعلام الخليجي يتلقفها وتجد بيأججوا تكريس الخلاف بين الأهلي والزمالك في الإمارات، ويقول لك هو الأهلي بيتعامل كده ليه والزمالك بيتعامل كده ليه ليه. طبعا ما هو ينتزع منك قوتك الناعمة في الرياضة وكرة القدم، يوصل الميت مليون. انت عارف تقوم تقول طب واحنا ايه اللي عملناه من كأس العالم الأخير حتى اليوم؟ تكتشف ان ما عملناش اي حاجه لصالح الكره المصريه وعلى صعيد المنتخبات الا النادي الاهلي. فيتفتق ذهن العباقره. يعني لم يضع اسم الكره المصريه في المحافل الدوليه او في العناوين الرئيسيه في بعض الاعلام العالمي الا النادي الاهلي. فكيف يترك؟ يلا كلنا نغرق. هاخدك انت بتحاول تنقذني، هسحبك انا لتحت لسان الحال، الكره المصريه هغرقك معايا. مفيش تصرف، مفيش حاجه الا بيضربوك فيها، يضربوك في قيمك، يضربوك في تقاليدك، يضربوك في مصداقيتك، يضربوك في انتماءاتك، يضربوك في اسباب نجاحاتك. ضرب ضرب ضرب، وتكتشف ان المسؤولون عن الكره وكأنهم يستمتعون بهذا المشهد. ما يحدث من بعض الإعلاميين، وأضم إليهم للأسف الشديد الذي صدمتي فيه كبيرة، وأنا عارف أنه هيطلع يهاجمني لأنه هو ما بيحبش حد، الكابتن محمد فضل الذي تفرغ للنيل من النادي الأهلي ولو بلي الحقائق ولو بتفسير الأمور عكسها. يا كابتن فضل، النادي الأهلي وإن كان في لحظة ما تعتقد أنه ظلمك، ما وقفش معاك غير ولاد النادي الأهلي اللي ما سابوكش، فضلوا معاك لحد ما رجعت النادي الأهلي. وعندما اعتزلت كان الأهلي يتوسم فيك أنك كادر مثقف، وأنت حقيقي كادر مثقف، ولكنك تريد أن تنتزع المصداقية من هذه الثقافة بأنك حاطط الأهلي في دماغك، حاطط رجالات الأهلي في دماغك. ده نموذج لواحد كان من الممكن أن يكون إضافة كبيرة، الذي قدمك إلى
المعترك الإداري المصري والقومي هو النادي الأهلي. في ثقة منه فيك وأنت تملك هذا. عايز بقى تظل كده خش في الصراع بتاع الهجوم والشتيمة والتجاوز في حق الناس. عندما يصف النادي الأهلي لو عنده 5% احترافية كان عمل وسوى. وعلق على الكلام اللي احنا قلناه في موضوع كده يعني هجهزهولك، لأنه لو هو عنده 5% قراءة للاحترافية كان أرى ما قلناه جيدا. لكن هو أراد أن ولا يعني جدوى من أنك أنت تتكلم في أمور أنا عارف ردة فعله. الراجل اللي خبط في الحيطان عشان اختلف مع حد وأنت بتكلمه مش هتقدر تخليه يتراجع أو يمشي كما ينبغي أن تكون له قيمته الكروية والثقافية يملك. لكن هل يريد خليه في دائرة الانغلاق على تصفية حساباته؟ المشهد الآخر أستاذ إبراهيم، أنت هتجيبها دي في الاستدعاءات ولا عندنا فقرة ليها عشان ما احرقهاش؟ أنهي؟ الاستدعاءات الدولية. الموضوع موجود. موجود. أيوه. فمش هتطرق على الغرابة التي يتم تداول بها هذا الموضوع. أنا بس لفت نظري إن هو وهو بيزايد عن النادي الأهلي وطنية الأهلي في هذا الأمر. ويدي لك تشبيهات غير مفهومة غير منطقية ليأتي إعفاء محمد صلاح لإراحته عشان يقول لك لا ده وارد جدا إن النجوم الكبار والنجوم اللي عندها أهداف لما يكون عندك ماتش ودي مباراة تحصيل حاصل مع اثيوبيا تقدر تعمل كده. انت عارف ان السنغال ريحت فريقها بالكامل وبتلعب بالمحليين وبعض الصاعدين، والراجل كان منطقه العجيب في هذا الامر الصادق جدا الذي كنت اتمنى ان فرصه وجات لنا حد عندنا عايزين نكرم او نجرب نجوم جديده يمكن يطلع منهم حد. هي دي المرحله دي، انت في المرحله دي دلوقتي انك فرصه تعمل صف تاني. انا ما اعرفش هتنتهي على ايه المشكله، لكن انا اللي بين الاهلي والاتحاد يحل. لكن التداول والاساءه للاهلي هو اللي مضايقني. طب ايه علاقه ده برمي الفوطه بقى؟ رمي الفوطه انك انت مش عايز تصلح حاجه. انت عايز تفضل تمسك في قضايا فرعيه واشخاص وتفضل وانت تملك القرار. يعني دوري المحترفين بتاع الدرجه الثانيه مش عارفين هيمشي ولا مش هيمشي، وخدت راي الانديه، واذا كان عندهم اسباب موضوعيه ما تسمحهم وتخلصنا من الليله دي. بقيه الالتزامات والتشابك الاقليمي والدولي انت ليه مش عايز تكون شفاف؟ انت ليه عمال بتساعد الغلط؟ انت ليه عمال بتساعد المخطئ وتعاقب اللي ماشي صح؟ انت ليه مش عايز؟ هو الاسماعيلي ده مش نادي مصري؟ طب ما بيلقاش نفس الرعايه عشان تخلصه من مشاكله ليه؟ كمسؤولين. ما انت واقف اهو بتحاول تحل وبتحاول تجيب فلوس وبتحاول تدعم والتصريحات اللي اتقالت خلاص على المكشوف. قال لك مجموعه من رجال الاعمال بالتنسيق مع الوزاره والجهات المسؤوله هيقدروا يخرجوا اهل الزمالك من أزمته المالية وقد يساعدوه فيما هو قادم من التزامات. ده مطلوب، بس مطلوب كمان تشوفوا بقية الأندية. مطلوب كمان ما تجيش على اللي ماشي صح وتعكسوا. ليه بتعكسوا؟ وبعدين بمباركة من بعض الناس اللي كانت تنتمي إلى المسؤولية العامة لمجرد أن بينها وبين الأهلي بعض المواقف. يخليك تشعر ماذا استفدنا نحن من التجربة بتاع كأس العالم الأخير. أنا قلت لك دول استفادوا ايه؟ انت عارف ان المغرب مش بس تفوقت في مجال الدولي في الرجال، ده عملت فرقه للسيدات في خلال سنه ولا سنتين بيلعب سيمي فاينال كاس العالم. هل ده وليه وكره الصالات وكره الشواط وكره الشواط ده دي طفره يا اخوانا، دي سياسه. دي ناس عملت حاجه واشتغلت وفاجئتنا. دي ناس بتشتغل لصالح العام. انما انتوا سابين الاصلاح وجايين على اللي ماشي عدل عشان تعرقلوه. وماله خليكم يا
يعني لو انتزعنا النادي الأهلي من المشهد الدولي ماذا يتبقى للكرة المصرية؟ ولا حاجة. يتبقى عناوين الحلقة. مقالي ومقاله. لحظة من فضلك. في الغربال للكبار فقط. وبعضمة لسانه خالتي وطنية والسوبر. والشموع الحمراء عن أسطورة السلة. لكن أسرار الملك عن الظهير الطائر. ومجلتنا من 40 سنة. ده محتوى حلقة النهاردة اللي في بدايتها عايزين نطمن حضراتكم على الكابتن محمود الخطيب. كابتن خطيب كان راح رحلة علاج خاطفة للدكتور المعالج ليه في ألمانيا، انتقل منها إلى النمسا لمتابعة معسكر الفريق ومساندة اللعيبة ودعم الفريق، لكنه أصيب بوعكة صحية تكررت خلال المعسكر. دخل أحد المستشفيات في فيينا، نصحوا الأطباء في المستشفى بمعاودة الطبيب المعالج له في فرنسا، وبالتالي انتقل إلى فرنسا لمراجعة الطبيب المعالج والبروتوكول العلاجي اللي ماشي عليه من فترة للاطمئنان عليه بعد تعرضه لضغط ذهني كبير في الفترة اللي فاتت وحالة إعياء ذهني خلته محتاج يعاود الدكتور في فرنسا. ألف ألف سلامة يا كابتن. الوصف ده محتاج توضيح. آه. وربما ما أعرفش الكابتن خطيب هيبقى مبسوط من الحكاية دي ولا لأ. لكن عشان الناس ما تاخدهاش في السكة التعارف. الكابتن خطيب زمان كان هناك ظهور بعض المناطق والأورام الحميدة ضغطت على مراكز معينة في أعصاب معينة أثرت عنده في حاجات. أي. يبدو أنها يعاني منها الآن. وهو في مرحلة يعني لاستكشاف أولا الأمر محتاج إيه عشان يتخذ في شأنها قرار. وده يوري لك ما يكبده هذا الرجل من مشاق عشان يقوم بمسؤولياته. رغم يعني مش بس ظهره، لا هي دي النقطة اللي ربنا طمنا عليه وطمنه هو له والأهله أولا، يعني إن تكون الأمور تحت السيطرة بإذن الله ويرجع منها يقدر يواصل عطائه اللي النادي الأهلي محتاجه. ألف ألف سلامة يا كابتن. الاتحاد الأفريقي كمان بيعلن طاقم الحكام اللي هيدير مباراة الأهلي، أول ارتباط للأهلي السنة دي اللي الفريق بيجهز. الفريق هيختتم معسكره بكرة، يرجع يوم السبت إن شاء الله، بكرة مباراة ودية في ختام المعسكر، السبت يرجع يوم 6 يرجع للقاهرة ويواصل الاستعداد. خرج 10 لعيبة دفعة واحدة من معسكر المنتخب، انضم للمنتخب الأول في معسكره بالقاهرة محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية، وانضم للمنتخب الأولمبي حمزة علاء ورأفت خليل وأيضا أحمد نبيل كوكا، وانضم بقى المحترفين الأجانب، علي معلول راح على تونس وأليو ديانج راح على مالي وبيرستاو راح على جنوب أفريقيا، عشان يكون العشرة بالكامل بره مباراة الأهلي الودية الأخيرة في ختام المعسكر اللي هيرجع منه الفريق. يبقى قدامه أسبوع على السفر إلى السعودية يوم 12 لملاقات اتحاد العاصمة يوم 15 في الطائف. ده أنت عندك 10 لعيبة خرجوا من صفوفك والاتحاد الكرة مشكورا بيقول لك أنا سبت لك 4 تانيين. لا هم الأربعة ضمن العشرة، 4 غيرهم. هو خد منك 4 بس. أيوه كان بيقول لك انا كان المفروض ان انا 8 او 9 فبيقول لك انا اكتفيت ب4 عشان اساعد الاهلي. فتخيل بقى كمان ده المهندس سمير عادل وهو بيصفر ديانج على مالي. مطلوب النادي الاهلي بقى ان هو يعني في اللحظه الحرجه التي يستعد فيها لمباراه السوبر علي معلول كمان اللي بيستعد فيها لمباراة السوبر انه يعطيك العطاء الكامل. ولكن
الثقة تولدت ان في المواقف الصعبة اللي زي دي والسوابق بتقول الاهلي قادر على ان يتعامل مع هذه الصعوبات. طيب الحقيقة معسكر نموذجي ومعسكر فيه كتير من التفاصيل، لانه مبدئيا لعيبة جديدة، في فكرة او في لمسة واضحة ان هي جديدة، في افكار جديدة داخل الفريق، الفريق بيستعد لمرحلة لموسم الحقيقة مضغوط جدا وفيه ارتباطات كتير، عشان كده كان لازما من عين فاحصة ومدققة على تقييم هذا المعسكر في مستهل هذا الموسم المضغوط. معنا من فيينا الصديق العزيز والناقد الرياضي ورئيس القناة مع بعض الصديق إيهاب الخطيب. مساء الفل يا كابتن إيهاب. مساء الفل عليك يا أستاذ إبراهيم، تحياتي لحضرتك، تحياتي للمهندس عادل القيعي، وتحياتي لكل مشاهدي قناة الأهلي. يا بوب لا يفتح مالك في المدينة، فيعني وحشنا يا باشمهندس. وطبعا سامع كلام الأستاذ إبراهيم وسامع كلام حضرتك، ما فيش شك ان احنا في معسكر نموذجي بمعنى الكلمة، وفقا من اختيار المكان للتنظيم الرائع جدا. وانا عايز استغل المداخلة دي علشان برضو اشكر اثنين المنظمين اللي عاملين حاجة محترمة جدا، سواء كان الأستاذ عمرو أو هشام مرزوق، الاثنين عاملين حاجة محترمة جدا طريق بالنادي الأهلي. كل حاجة متوفرة هنا في المعسكر من ناحية الهدوء، من ناحية الطبية، من ناحية النفسية، كل حاجة ماشية بشكل رائع جدا جدا جدا. معسكر جه في توقيته وجه في وقته، وأنا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بعد موسم اتقال عليه موسم استثنائي، لازم يكون معسكر استثنائي علشان اللي جاي في المرحلة الجاية في ضغط مباريات زي ما حضرتك بتقول، وفي عدد كبير من المباريات والبطولات. إن شاء الله الفريق من خلال هذا المعسكر جاهز بشكل تام. فيينا وهي تلك المدينة الوقورة اللي يعني ما حدش كتير يتكلم عن النمسا، ولو ان كرة النمساوية كرة متقدمة لأن امتداد لألمانيا. إنما النمسا طبعا سمعنا عنها جامد من خلال فريدز والكابتن صالح واحترافيته، والان معسكر النادي الاهلي هناك. هل المدينه الوقوره دي حسستك بشيء حركي او مختلف او مشاعر او حاجه لفتت انتباهك؟ الاهلي يغير ما لم يغيره الظروف او الوقت او التاريخ او اي حاجه، بمجرد وجود النادي الاهلي في فيينا الدنيا اتقلبت راسا على عقب. رأسا على عقب، وفد طبعا الجماهير المصرية والعرب وبعض الجماهير النمساوية. وطبعا على الرغم من اننا يعني ما اعلناش الاهلي مقيم فين في فيينا ولا في انهي منتجع، الا ان طبعا المصريين ما بيغلبوش طبعا، وكانوا موجودين في معظم التدريبات بمؤازرة كبيرة جدا جدا جدا. وكمان اللي بيحظى بثقة الشعب النمساوي كله هو مستر كولر، اللي كان المدير الفني للمنتخب النمسا واللي عمل معاهم نتائج طيبه جدا جدا جدا، وكان في توافد كبير جدا جدا واهتمام من الصحافه النمساويه والاعلام النمساوي. لكن حضرتك عارف ان احنا بنقفل علينا بابنا كده في معسكر يعني اسمه معسكر مغلق. المعسكر المغلق ده لازم اشيد بالجهاز الفني للنادي الاهلي من اول مستر كولر لكل الجهاز، هاري طبعا الكابتن سامي قمصان وكارلوس برينجر اللي لازم نرجع له، الراجل ده اللي انضم للجهاز حديثا هنتكلم عليه، وتيتسيان اندويا المخطط الاحمال وياسين المكاري طبعا ميشيل يانكون كلهم طبعا كابتن خالد بيبو وكابتن سمير عدلي، كل الناس دي لازم نشيد بيهم، لان احنا هنا من اول ما جينا المعسكر كان معانا الكابتن اكرم توفيق والكابتن كريم والكابتن امام عاشور ونيدفيد وكابتن خالد، كل دي كانت اصابات في الفريق. الحمد لله الحمد لله الحمد لله قدر الجهاز الطبي بقياده الدكتور تامر ابو العنين رئيس الجهاز الطبي الجديد، ان الحمد لله وتوفيق ربنا من خلال معسكر بيتم فيه تاهيل وعلاج طبيعي لكل لاعب 3 جلسات يوميا. حضرتك احسبها كده، كل لاعب كان في الفريق بيتم تاهيله يوميا، كل العدد اللي موجود ده كل لاعب بيعمل 3 جلسات علاج طبيعي واستشفاء من اول الفطار لغايه العشاء، اللعيبه كلها ده معناها عليها. يا كابتن ايهاب معناها 3 تدريب زائد 3 فترات تاهيليه، ان اللعيبه فعلا بالمعنى الكامل تفرغت بشكل محترف للاستعداد. بالظبط. كمان الدكتور تامر ابو العنين
اشتغل على الجانب العلمي الحديث في اجراء تحليل الدي ان ايه واللاكتيت للاعيب النادي الاهلي. وطبعا دول النهارده ما بقتش رفاهيات الحاجات دي، يعني الدي ان ايه واللاكتيت طبعا للعيبه كلها، يعني اللعيب ياكل ايه وما ياكلش ايه، ممكن اللعيب ياكل حاجه اللعيب الثاني ما ياكلهاش، وتقليل حاجات في المواد الغذائيه كمان. مثلا حاجه زي اللاكتيت من الحاجات الحديثه في بعض، هضرب مثلا على حاجه صغيره، مثلا ممكن احنا كلنا بنشرب لبن، لكن في واحد ممكن يشرب لبن عادي ما عندوش مشكله، واحد اللبن ده يعمل له حصاوي، واحد اللبن ده يعمل له شوكه عظميه. فالكلام ده كله بقى يدخل في اليات الجهاز الطبي، اللي كمان هنقول يمكن خبر ان شاء الله مفرح معاكم، زي ما قلنا ان امام عاشور وكريم واكرم انهم جاهزين جدا وخلاص جاهزين للمباريات وبيلعبوا جاهزين الحمد لله. كمان عمرو السوليه في خلال 10 ايام ان شاء الله هيكون في التدريب الجماعي. ليه النادي الاهلي اصطحب عمرو السوليه وهو مصاب؟ لان تكثيف العلاج والتواجد في المعسكر ده كان في سرعه لشفاء اللاعب، اللي ان شاء الله في خلال 10 ايام ان شاء الله هيكون موجود في التدريبات الجماعيه. وخلينا يعني اقول لك على رساله مهمه جدا، البروفيسور النمساوي مستر فينيك، وده الراجل اللي قام بالكشف على الأكرم وعلى امام، وده راجل متخصص في الركبه فقط، الراجل ده اشاد بالتاهيل في النادي الاهلي، الراجل ده اشاد بالتاهيل في النادي الاهلي، وان شاء الله هيجي يزورنا في النادي في القاهره، وقال لازم ازور الصرح العظيم ده النادي الاهلي، واشاد بالشكل التاهيل، وقال ان الحمد لله التاهيل ماشي بشكل جدا رائع جدا في النادي الاهلي. ده بخصوص الشكل الطبي والاصابات اللي الناس. طيب بمناسبه الجانب الطبي يا استاذ ايهاب، طمنا على حاله الكابتن الخطيب، وهل غادر النمسا لفرنسا ولا لسه؟ طبعا كلنا بندعو بالشفاء للكابتن محمود الخطيب، اللي مر بازمه صحيه كده اثناء المعسكر. الكابتن محمود الخطيب عليه ضغوط كبيره جدا، كابتن محمود الخطيب بيبص على كل حاجه بنفسه، بيتابع كل حاجه بنفسه، وكان جاي طبعا من المانيا، ولكن حصل يعني وعكه صحيه ان شاء الله يتعافى منها بالشكل الامثل، وخلال الساعات الجايه ولسه موجود معانا في المعسكر، خلال الساعات الجايه ان شاء الله هيكون موجود في فرنسا لاستكمال الجانب العلاجي والجانب الطبي. وان شاء الله مش عايز اقلق جماهير النادي الاهلي، يعني ان شاء الله الدنيا ماشيه كويسه، والحمد لله كابتن النهارده كان موجود وفرج معانا على التمرين، وان شاء الله بنتمنى له الشفاء العاجل باذن الله. يعني تكون الرحله العلاجيه يعني مطمئنه، وترجع لنا باخبار كويسه باذن الله. طيب ان شاء الله. واتفضل، بعيدا عن ابو بيتسو بقى، طمنا على مارسيل كولر وافكاره الجديده زي ما انت لمستها في المعسكر. يمكن مستر كولر من المدربين اللي شغالين طول الوقت. انا طبعا يعني كولر من المدربين اللي بيحب يعتمدوا على المساعدين المتخصصين. الجهاز الفني للنادي الاهلي فيه كوادر رائعه، كوادر فعلا رائعه. خليني اكلمك على كارلوس برينجر. ده الاضافه الجديده. ده الاضافه الجديده السويسري ده من اصل ارجنتيني. الراجل ده معروف انه مطور اداء ومكتشف مواهب، وده مدرب متخصص في الجانب الهجومي وتطوير الاداء الهجومي. ده راجل البوزيشن بتاعه كده ان هو بيكتشف نجوم وبيكتشف لعيبه صغيرين يعمل منهم حاجه محترمه، وبيطور اداء اللاعبين الحاليين في الشكل الهجومي، متخصص في الشكل الهجومي. اذا له مهم تاني يا استاذ ايهاب، كما فهمت من حديثك ان المهمه الاولى تطوير الاداء الهجومي بشكل فردي لبعض اللاعبين، والارتباط ومتابعه لصيقه لقطاع الناشئين او الترشيحات الاجنبيه في السن الصغيره، هيبقى له دور في بالظبط. لان هو معروف على مستوى العالم ان عينيه حلوه جدا، وكمان اداؤه وتطوير الشكل الهجومي كلنا لاحظنا ان النادي الاهلي طبعا ضغط المباريات بيخلي فيه ضغط على اللاعبين، بعض اللاعبين بتضيع بعض الفرص، وده اللي مستر كولر اهتم بيه بشكل كبير، وعلشان كده جاب الخبير كارلوس برينجر اللي هيكون له دور، واللي اشتغل فعلا بشكل كبير جدا جدا، واللي ابتدى يشتغل تدريبات تخصصيه. النهارده الوحدات التدريبيه في فرقه النادي الاهلي اختلفت ما بين التاهيل للجيم للعب الكره الجماعيه للتدريبات العاديه للتدريبات التخصصيه،
ولازم نحط تحت التدريبات التخصصيه 100 خط، مش كل لاعب بيتدرب النهارده زي التاني، مش كل لاعب بينزل تقسيمه ويطلع، مش كل لاعب بيشتغل شغل عادي، في شغل بيتفصل للعيبه معينه، في اداء بيتعمل للعيبه معينه. عايز اقول لحضرتك طبعا ان 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 من ضمن طبعا المدربين المتخصصين ان احنا طبعا النادي الاهلي فيه في الفتره الاخيره طبعا قياسات رهيبه جدا سواء كانت فنيه او بدنيه، وده منعكس على الفريق. وخليني اقول لك ان في طبعا عدد من الناشئين معانا موجودين مبشرين جدا جدا جدا، ومن اللعيبه اللي هيبقى لها شان جدا جدا، وعايز تفتكر الاسماء دي معايا، منهم معتز محمد، ده مساك وسيرجباك 2005، ولعيب رائع جدا ومتالق جدا. وانا عايز اقول ان مستر كولر بيدي ثقه حلوه قوي للعيبه الصغيره، وبيتكلم معاهم، بيقف معاهم في الملعب، بيتكلم معاهم بشكل كبير جدا، وفي كلام يعني بشكل كبير. كمان محمد زعلوك المهاجم المواليد 2005 اللي ماشي بشكل كويس، وكريم الدبيس باك شمال 2003 اللي ماشي بشكل كويس، والحارس طبعا مصطفى مخلوف اللي بيكمل كتيبه حراس النادي الاهلي. ما شاء الله ما شاء الله، نفسك الخشب اكون موجود، الشناوي وشوبير وحمزه ومصطفى، كتيبه من الحراس ما شاء الله. هو هم ست ناشئين مش كده؟ نعم، عندك زعلوك سته، زعلوك ودبيس ومعتز ومصطفى مخلوف ومخلوف ورأفت خليل. رأفت خليل بالظبط كده، وحمزه علاء وهنعتبر حمزه علاء وكوكا خلاص بقى يعني جيل وسط يعني. حمزه علاء ونبيل كوكا طبعا رأفت خليل دول اللي انضموا للمنتخب الاولمبي واللي غادروا النهارده الصبح طبعا من المعسكر، ومعاهم رباعي المنتخب الاول. عشان بس انا ليه بقول كده؟ عشان اللي عمالين يقول لك فين الاهلي وناشئين الاهلي والاهلي وابنائه. لا طب ايهاب، اسمح لي بعينك الصحفيه كده، شفت امام عاشور ازاي؟ ده اول معسكر ليه مع الاهلي وبعد ضجه كبيره، انت تابعت الحدوته دي ازاي من عندك؟ لاعب مركز جدا، لاعب قافل على نفسه، بيعمل مجهود كبير قوي في التدريبات، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. احنا مش هنقيم امام، لمسته عاليه جدا في التدريبات، في اشاده كبيره جدا جدا من مستر كارلوس في التدريبات الفنيه المتخصصه الهجوميه، من اول لمسه يعني من اول يوم كده كان في اشاده بيه واضحه وهو بيسقف له، بيقول هو ده اللي انا عايزه، هو ده الاداء اللي احنا عايزين نبني من تحت بالشكل ده. في شغل بيتعمل بشكل كويس، وما شاء الله امام ماشي بشكل كويس جدا. طبعا الدويت بتاعه كهربا يعني طالعين سوا نازلين سوا، يعني انا حسيت ان كهربا بيقول لامام لازم تنجح. طبعا كل حاجه بايد ربنا، لكن لما يبقى في صديق ليك ولاعب معاك مر بنفس تجربتك وبيحتضنك عشان يعدي بيك مرحله قد تكون صعبه، قد تكون بتفكر كتير، بيديك تجربته وعملها. انا عايز اتوقف على التعليق اللي انت قلته دلوقتي، كهربا ودوره مع امام عاشور، و يعني هذا ما يضيفه النادي الاهلي الى شخصيه اللاعبين. ازاي لما تخش الاهلي لازم تتغير عشان تنجح، وتتغير وتبقى ازاي، وتبقى مؤثر ومصدر تاثير على اللي حواليك. ما يحدث من كهربا والله الواحد فرحان له. طبعا بحيي حضرتك على انك يعني رسالتي في الكلام وصلت بشكل واضح جدا، ان كهربا اللاعب اللي اختلف 100%، واللي بقى يعني تفكيره في الملعب فقط، كمان بيشد أزر زملائه زي ما قلنا، هو محاوط على امام بالنص كده، محاوط على امام عاشور، والنهارده يعني حتى طالعين من الملعب فكهربا جاب عجله كده وركب امام عاشور قدامه وطلع بيه جري من وسط الناس كده، ايه يعني اعتذروا للناس وتصوروا معاهم وجري وجري كده، ودي حتى يمكن لقطه يعني كاميرا القناه كانت في الملعب، انا حرصت ان اخدها بتليفوني الشخصي وابعتها لكم حالا دلوقتي برضو في البرنامج، تشوفوا اللقطه دي وتشوفوا العلاقه اللي بين اللعيبه عامله ازاي. وعلى فكره عشان اشيد برضو ب يعني ب باودي الكهرباء حقه، كمان محتضن جدا اللاعب رضا سليم، اللاعب اللي بيدخل في الفرقه واحده واحده، بيدخل في الاجواء واحده واحده، ومندمج جدا مع اللعيبه، واللعيبه كلها محتضناه. كمان عايز اقول ان كريم نيدفيد وصلاح محسن العائدين للتالق مره اخرى، يعني تحس ان هم ما مشيوش من الاهلي، تحس ان هم الاندماج والحماس دي لعيبه قديمه، ما اقدرش اقول عليها لعيبه طلعت اعارات ورجعت،
او لعيبه، لا دي لعيبه كانها ما خرجتش من بيتنا النادي الاهلي، لعيبه بتأدي بشكل جيد جدا في نسينا كمان واحنا بنقول قطاع الناشئين وما قدمه العام اللي احنا شايفينه في المعسكر. بوب نسينا محمد فاخري. فاخري لعيب مميز جدا. بعض الناس بتشوف ان محمد قد يكون اداؤه متذبذب، لكن انا بقول لك مستر كولر نفسه بيقول ان اللاعب ده بيأدي مهام معينه بشكل معين، لاعب خططي. وعايز اقول لك على حاجه، يعني مش سر ولا حاجه، من امتع ايام المعسكر اليوم اللي اتعمل فيه مباراه بين اللعيبه كلها، يعني التقسيمه اللي اتعملت الاحمر واللعيبه اصحاب الرداء الاسود، وكان في فرقتين. انا بقول لحضرتك كانت مباراه قويه جدا جدا جدا، وانا بتفرج كنت خايف من حماس اللاعبين الزائد جدا، كله بيقدم نفسه للجهاز الفني، كله بيجتهد، مفيش لعيب كبير ولاعيب ناشئ، كله بالنص كده بياكل النجيله، كله مبسوط في اجواء رائعه جدا. وبالمناسبه دي هقول معلومه، لان البعض بيقول هو الاهلي ما لعبش ماتشات كبيره ليه؟ الاهلي ما لعبش كتير ليه؟ المعسكر ما فيهوش ماتشات ليه؟ دي كانت رؤيه مستر كولر اللي شاف اللعيبه مجهده ولسه هتخش على ماتشات كتيره، مش عايز يحمل يزود الحمل البدني من قبل بدايه الموسم. هو الراجل اللي طلب انه يلعب مباراه واحده وحددها يوم 5 اللي هو بكره، وحدد كمان الفرقه اللي هيلاعبها في الدوري السلوفيني، على اعتبار برضه ان مستر كولر ما هو يعني قعدته في النمسا مدياله خبره بالاجواء اللي هناك. يعني هو طبعا لما يجي مدير فني ينقي فرقه علشان تلعبك وانت ناقص 10 لعيبه، انت دلوقتي معسكرك ناقص 10 لعيبه، 4 المنتخب الاول، 3 المنتخب الاولمبي، و3 محترفين، بيرسي تاو وديانج وعلي معلول، اللي كلهم انضموا لمنتخبات بلادهم وغادروا المعسكر. فبالتالي انت عارف في الظروف في الوقت ده هيبقى معاك عدد معين من اللاعبين، عايز تعمل مباراه ما تجهدش ولا تعمل اصابات عندك. رغم ان الاستاذ عمرو والاستاذ هشام مرزوق الاثنين عرضوا اكتر من مباراه على مستر كولر، لكن مستر كولر طلب مباراه واحده. طبعا كان في لغط في الاول، ناس تقول لك الاهلي هيلعب مباراتين، هيلعب الاهلي لم يعلن على مباريات ولم يلعبها. اصل ده قرار فني. انا بستغرب الناس بتناقش ايه، يعني ناس في معسكر مدرب قرر يلعب مباراه حتى لو غير رايه وعدل من فريق ايه المشكله؟ هو عنده فكره ان هو يعمل تقسيمه قويه افيد. ما هو ده صرف النظر يا استاذ ابراهيم، احنا بنتناقش دلوقتي يعني طبعا في صميم عمل الناس بالظبط، انما هو ما طلبش خالص غير مباراه واحده من اول المعسكر، عشان الناس تبقى عارفه برضو ان الراجل ده باني فكر لقدام، شغال بشكل معين من قبل السفر، وهو بيتكلم في مباراه وحيده، ما اتكلمش في مبارتين خالص، ولم يعلن لا النادي الاهلي ولا الاعلام الاهلي ان احنا هنلعب اكتر من مباراه، هي مباراه محدده واحده، وبكره ان شاء الله هتكون مباراه الساعه 5 بتوقيت النمسا، الساعه 6 بتوقيت القاهره. المباراه دي طبعا هتكون في مدينه جراتس جنبنا هنا، والمباراه مدينه جراتس اللي احترف فيها الكابتن صالح. طبعا المباراة دي غير منقولة على شاشة قناة النادي الأهلي وفقا لتعليمات الجهاز الفني للنادي الأهلي. يعني أنا دايما تيجي تقابلني الناس يا باشمهندس وأستاذ إبراهيم، يا جماعة زعلنا المباريات الودية، إحنا بيبقى عندنا خيارين، ممكن نسجل المباراة ونزيحها في وقت لاحق، أو نزيحها على الهواء، أو ما نزيحهاش وفقا لرؤية الجهاز الفني. الجهاز الفني طلب إن المباراة ما تتطورش تلفزيونيا، وهو اللي بيبقى أدرى، عايز يجرب حاجه، عايز يشوف حاجه، وبالتالي لكل جماهير النادي الاهلي وكل مشاهدي قناه الاهلي يبقى هم عارفين دايما ان احنا داعمين لفرقتنا، احنا بنبقى موجودين في المعسكرات لحمايه لعبتنا وفرقتنا، احنا مش بنتكلم بالشكل اللي هو جايين هنا نجيب معلومات معينه للجميل، لا احنا جايين في راحه الفريق ونقل الصوره الواقعيه للفريق بدون اي زياده بدون اي نقص، ولكن المباريات ونقلها دي بتكون لرؤيه الجهاز الفني. الجهاز الفني شايف اننا نذيع هنذيع، شايف اننا مش هنذيع مش هنذيع، ومباراه بكره غير مذاعه لان الجهاز الفني رفض تصوير اللقاء. طيب ايهاب، انتوا استقبلتوا قرعه الدوري الافريقي ووقوع الاهلي مع سيمبا ومواجهه محتمله مع سان داونز، ردود افعالها كانت ايه عندك؟
ردود افعالها طبيعيه جدا مع اللاعبين. النهارده دايما 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 لعيب النادي الاهلي عنده جمله واحده، ويوم القرعه اللعيبه كانت بتضحك ومبسوطه وقالوا بالنص كده، قالوا احنا دايما احنا مش مهم نقابل مين، البطل ما بيبصش هو يقابل مين. دي جمله لعيبه النادي الاهلي وانت قاعد معاها تقول لك ايه، انا ما عادي اقابل اي فرقه والقرعه تديني اللي تدوني، لان انا كده كده ببص على البطوله، فمن المتوقع ان اقابل فرق قويه في التكه. فبالتالي طبعا قرعه قويه، وانا بقول لحضرتك ان شاء الله ان شاء الله من خلال تجانس والشكل والاداء اللي ظهر في المعسكر هنا، ربنا يحمي لعيبه الاهلي ان شاء الله هنشوف موسم محترم جدا تحت قياده فنيه محترمه ومتخصصه. اخيرا كريستو التونسي يمكن لاعب صاعد في الفريق، اخباره ايه ومدى اندماجه؟ لعيب كويس طبعا، ده خلاص ده مندمج من بدري، لكن كمان مندمج بشكل كبير. حتى هو يعني لما تقعد يا استاذ ابراهيم وتشوف تدريب او ماتش وانت قاعد في وسطهم واللعيبه بتنادي على بعض، تعرف اللعيب مندمج ولا لا. يعني كريستو زي اللعيبه المصريه، انت عارف كل لعيب ممكن في الملعب يبقى ليه سيم او اسم. هو بينطق بالشكل اللي اللعيبه المصريه لما يجي مثلا كهربا ما ياخد يلا قفشه، يعني بينده يعني خلاص ده مندمج بشكل كبير جدا. هو لعيب مهاري بشكل رائع، وانا بقول لحضرتك مستر كولر من المدربين اللي دايما بيبني فرق، بيبني فرق وبيعمل فرق محترمه، وهو دايما بيبقى عنده عنصر الشباب عنصر مهم جدا مع عنصر الخبره، ودي التوليفه اللي ان شاء الله هنشوفها في الفتره الجايه. طيب ملخص بقى الليله دي كلها في كلمه، انت مرتاح باذن الله؟ بعد توفيق ربنا باذن الله الفتره الجايه ان شاء الله النادي الاهلي يحافظ على مكانته ويحقق المزيد في ظل معسكر نموذجي لن ينقصه اي شيء. بكره المباراه الوديه وبعد بكره العوده مباشره ولا لسه في تدريب تاني؟ لا ان شاء الله يبقى في تدريب خفيف قبل السفر، وان شاء الله يعني ان شاء الله تصل بعثه النادي الاهلي بعد بكره ان شاء الله الساعه 10 مساء للقاهره باذن الله. ان شاء الله. استاذ ايهاب شاكرينك جدا جدا على كل هذه الايضاحات اللي حطيت كل مشاهدي قناه الاهلي في الصوره بالكامل. اشكركم ووحشني جدا جدا، ونشوفكم على خير، كان نفسي تكونوا موجودين في المعسكر ان شاء الله في البطولات باذن الله. ان شاء الله ربنا يحييك. شكرا جزيلا للزميل العزيز ايهاب الخطيب رئيس القناه، واللي موجود في قلب الحدث مع الفريق في النمسا، اعتقد حط حضراتكم في الصوره كامله. لا لا بكل يعني اللعيبه بكل تقييمات المعسكر شامله مختلفه فيها تفاصيل بتاع واحد رؤيه صحفي صحفي رئيس تحرير وبتاع يعني نرجو باذن الله نكون الناس كلها عاشت معانا بقى. تفائلوا بالاهلي تجدوه دايما. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل لحظه من فضلك. اهلا بحضراتكم من جديد. اعتقد اطمنتوا تماما على احوال بعثه الاهلي في النمسا وعلى المباراه الوديه اللي الاهلي بيختتم بها معسكره بكره الساعه 6 مساء بتوقيت القاهره ان شاء الله، ثم عوده البعثه بعد غد ان شاء الله يوم الاربعاء للقاهره، ويواصل الفريق بعد كده الاستعداد لمباراه اتحاد العاصمه. ده كانت الاطلاله الخبريه على المعسكر في النمسا، وتبقى ضربه البدايه. مقالي وما قالوا، لحظة من فضلك، لحظة من فضلك، لأنه الحقيقة رابطة الأندية المحترفة أعلنت يا باشمهندس على نتيجة الاستفتاء الشعبي الجماهيري على اختيار مدرب الموسم وتشكيل الأمثل لهذا الموسم الكروي اللي انتهى بتتويج الأهلي بطلا للدوري وبطلا لدوري أبطال أفريقيا وحاز على 5 بطولات. هنا الناس كتيرة انشغلت بجزئية التصويت الكاسح من قبل جماهير الأهلي كما يبدو في كل خانة تم طرحها للاستفتاء. ينزل مين حارس المرمى يكسب الشناوي، ينزل مين باك رايت يكسب هاني، لدرجة ان هم في مرحلة جم يتكلموا في السرد باكات، هم مبدئيا في الرابطة بيحطوا 4 عناصر أو 5 يتم الاستفتاء عليهم او الاختيار منهم، وبرضو ما تعرفش مين اللي اختاروا على اي اساس، الى درجه ان هم في البدايه استبعدوا لعيبه الاهلي، ما حطوش محمد عبد المنعم
لما لقوا احسن باك شمال علي معلول، احسن باك يمين هاني، احسن حارس مرمى الشناوي، قال لك لا نحط سرد باكات ما فهمش لعيبه الاهلي، فوقعوا في خطا فادح جدا يخص محمد عبد المنعم السرد باك الافضل دلوقتي والاساسي في المنتخب، فرجعوا راحوا عاملين باقه ثانيه وحطوه ضمن مجموعه ثانيه علشان يداروا بيها اللي حصل. حصل ان ياسر كسب برضه في استفتاء، يعني في اختيار. طب قول لي التشكيل. طيب خلينا اقول لكم الاول، مستر مارسيل كولر خد مدرب العام، مدرب الموسم كان بيتنافس معاه، وهم قالوا ان المارشال مارسيل كولر هو افضل مدير فني في الدوري باختيارات جماهير رابطه الانديه المحترفه على جميع المنصات. تنافس مع كولر البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني البيراميدز، علي ماهر اللي كان بيدرب في يوتشر وانتقل الموسم الجديد للمصري، الصربي زوران مانولوفيتش اللي كان بيدرب الموسم المنقضي فريق الاتحاد السكندري. إذن مارسيل كولر مدرب الموسم. التشكيل الامثل في الموسم ضم محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني افضل باك يمين، وعلي معلول افضل باك شمال، محمد عبد المنعم وحسام عبد المجيد من الزمالك في الرباعي الدفاعي، ثلاثي خط الوسط مروان عطيه ومحمد مجدي قفشه، ومحمد رضا بوبو لاعب في يوتشر في الموسم اللي فات واللي انتقل الى بيراميدز. في خط الهجوم حسين الشحات ومحمد شريف واحمد سيد زيزو نجم الزمالك. هنا الاختيارات كانت واضحه جدا، انه اختاروا زيزو في الجناح اليمين ونقلوا الشحات في الجناح الشمال. وطبعا كانت الغريبه جدا انه مفردات التصويت في الجناح اليمين لا حطوا فيها لا بيرس تاو الدولي الجنوب افريقي، ولا حطوا حسين الشحات اللي ده مركزه الاساسي، وبالتالي حطوا حسين الشحات في الشمال فما حطوش لا عبد القادر، وبرده حتى في راس الحربه ما حطوش كمان كهربا، ولا حطوا حمدي فتحي. ولا حمد. هو عشان يفضي اماكن، فما هيحط لك بيرسي تاو وزيزو؟ تفتكر الاستفتاء كان هيوصل لايه؟ منافسه قويه ربما، لكن احتمال كبير انه يبقى بيرسي تاو او حسين الشحات، يعني انت فاهم ازاي؟ هو لازم، هو بيوسع. ايوه هنا يا جماعه انا ليه بقول لكم لحظه من فضلك، هو ايه دلاله الاستفتاء ده؟ لو بصيت لها على الشعبيه الكاسحه لجماهير الاهلي المؤثره، فهي بالفعل منصات الاهلي الاعلاميه تصنف دوليا، والاهلي بين اكبر انديه العالم في المتابعه عبر السوشيال ميديا. انت عايز تقول ان الاهلي، ولو بصيت لها للجداره الشعبيه الكاسحه للنادي، طيب ايه الكلام الفارغ ده؟ لو جينا وقفنا عند الدلاله الاولى، طب وانتوا شايفين المقياس العلمي العملي قدام عينيكم، لسه الناس بتقاوح في حجم الشعبيه واسباب الرعايه، وليه ده بياخد اكتر وليه ده ما بياخدش، وانتوا عندكم في كل مناسبه لاي قياس علمي لحجم الشعبيه العكس، الدنيا بتظهر بوضوح جدا بين 11 لاعب في الملعب 8 اهلي، يعني انتوا ايه النسبه الثانيه؟ 8 اهلي وما رشحتش اثنين كانوا ممكن يبقوا في التشكيل، وابعدت التانيين، انت اللي اقصيتهم من المنافسه. فاذا لو هي ديت هتبص لها من منظور حجم الشعبيه، فاعتقد ده مقياس علمي وعملي يسكت اي حد. طيب لو بصيت لها للجداره، شيء طبيعي جدا انه اي حد موضوعي هيختار مارسيل كولر افضل مدرب. مدرب فاز بخمس بطولات، يعد الافضل في افريقيا مش في مصر فقط في الموسم ده. تبص للعيبه، ما هو اللعيبه دي اللي حققت كل هذه البطولات. اللي عملت خمس بطولات في الموسم، اللي عملت علامه كامله، اللي عملت ارقام قياسيه، اللي عملت اعلى نسب فوز متتالي، عملت حاجات كتيره قوي في التفاصيل. فالجدارة الفنية موجودة، الاستحقاق الكامل موجود، دلالة الشعبية والاكتساح موجود. ده يقودنا إلى النقطة الثانية المثارة خلال الفترة الحالية، وهي تتعلق بالحضور الجماهيري في الملاعب. النادي الأهلي طلع بدوره ومسؤولياته وبعت لاتحاد الكورة بيقول له اعمل معروف، خاطب الجهات المسؤولة على ضرورة عودة الساعة الجماهيرية الكاملة في المباريات. وكابتن الخطيب في حفل التكريم الأخير
قال ان احنا هنخاطب كل الاتحادات الرياضيه مش اتحاد الكره فقط علشان الجماهير ترجع للمدرجات بالساعه الكامله حفاظا على الكره المصريه اللي بقت محتاجه ده. الرياضه المصريه. الرياضه. الاتحادات الثانيه نفس الشيء. ايوه. ولو الاتحادات الثانيه يعني في حريه اكتر في ال لكن انك تحرمني من سلاحي وتحرم الكره المصريه من سلاحها، ما هو ده في الاخر بينعكس على المنتخب. ان اللعيب اللي بيخرج من الدوري المصري بيخرج وهو في اجواء طبيعيه. معاه مؤازرات جماهيريه، ده سيمبا سيمبا التنزاني الراجل بيقول هنلاعب الاهلي في ملعب فيه 60,000 متفرج، هيلاقي 60,000 متفرج في الملعب. في تنزانيا. في تنزانيا. فكيف يحرم النادي الاهلي ان يبقى في ملعب فيه 100,000 متفرج للنادي الاهلي؟ دي حاجه للمتعه وحاجه الناس بتجد شغفها فيها. وقلنا 100 مره خلاص اصبحت الوسائل العلميه لو حصل خروقات، لو حصل تجاوزات بيقدروا من وسط ال 100,000 يقولوا فلان الفلاني ده اللي عمل المشكله. فيتحاسب. واعتقد ان وعي الجماهير هي اللي هتحافظ على المدرجات ساعتها. حتى تحكيمنا يتعلم يشتغل بصفاره تحت الضغط. يتعلم الوقفه وهو في مستمتع بالجماهير. ما الحكم زي اللاعب. ايوه. المدرب نفسه يعني لما يجي بابا فاسيليو يقول لك حتى لو الجمهور مش بتاعي انا عايز يكون في الملعب. عايز الصوت والصخب. قال لك حاجه حلوه. طيب رابطه الانديه لغايه دلوقتي ما اعلنتش الموقف، لكن مرتبط بالجزئيه الجماهيريه في السياق ده حجم شعبيه الاهلي خارجيا، وهو موقفه من مباراه السوبر المصري. الاهلي بعت للاتحاد المصري لكره القدم يقول له شكل البطوله بتاعه السوبر ايه؟ انت هتفضل تلعب بطل الدوري ضد بطل الكاس كالمعتاد ولا هتغير؟ وفين اللائحه بتاعه البطوله؟ وفين جوائزها؟ وفين ميعادها؟ وفين مكانها؟ كل الاسئله ديت الرابطه او الاتحاد الكوره حتى اللحظه ما جاوبش عليها، لكن اتصالات جرت كثيرا بين الاستاذ جمال علام والكابتن محمود الخطيب، والنادي الاهلي بياكد انه عازم على المشاركه، الطبيعي جدا انه يشارك، لكن شريطه انه يوصل له لائحه تحدد كل الحقوق وتحدد كل الاطراف وان البطولات ما تتجنيش واللائحه ماشيه ازاي. ما تفاجئنيش بالغاء بطوله او استحداث بطوله بشروط جديده مره واحده. هو ده اللي قاله النادي الاهلي. ليه؟ هو انا لما اقول لك رمي الفوطه قول لي رمي الفوطه ما دي هو إيه؟ نتيجه ان انت مش عايز اي موضوع تتناوله فيه شفافيه ولا موضوع في غموض في كل اتجاه. ودائما تبنى مخاصمين الشفافيه، تبنى المواقف. يعني دايما انت بيقول لك ايه؟ القياده ان تقود الحدث. ايوه. الاداره ان تقود الحدث، ان تنظم قياده الحدث. يبقى انت بتعمل حاجه والحدث بيخش في السياق ده يوصلك للنتائج اللي انت عايزها. لكن ان انت تقلب تحط العربيه قدام الحصان ويبقى الاداره والقرار كله نتيجه الحدث، يحصل الحدث افصل له موقف، افصل له قرار، افصل له لائحه، افصل له تخريجه، يبقى انت الحدث هو اللي بيقودك، عمرك انت ما هتطور. لان الاحداث وليده الصدفه والعشوائيه. لكن التنظيم وليد التخطيط والرؤيه والاهداف اللي انت عايز توصل لها. إذا ما بقول لك نرمي الفوطة على الكرة المصرية ولا في أمل يا إخوانا حد يتنبه يقول يا جماعة أنتوا بتعملوا إيه يا إخوانا؟ انظر حولك. انظر حولك. إحنا بقينا عايزين نتعلم من الناس اللي اتعلموا مننا في الأول وسبقونا بمراحل. أيوه. للجدية والإرادة في التطوير. كل واحد غيران على اسم بلده في مكانه. إلا إحنا الرياضة بتاعتنا ما حدش غيران عليها. كل واحد غيران على شلته. على شلته النهارده ما... انت عايز تفهمني ما تكونتش شله لانها تورث الكره المصريه وتوجهها. انت لسه كنت بتتكلم انا سامعك على بطولات الناشئين وعلى اللي بيحصل فيها. وقبل كده انا قلت لك قبل كده في بيع المسمى بتاع الدوري. كل ده واحد بيطلع يقول لك
بكام وفين وامتى وازاي. ايوه ما فيش حد بيقول لك حاجه. عشان فجاه المشاريع اللي الوزاره عماله تحتضنها لاكتشاف المواهب، هو مين المسؤول عنها والافراز ده هيروح فين؟ الافراز ده هيروح فين؟ يعني لما كان دوري احدى الشركات المياه الغازيه كانت هي بتعتبره المنتج ده بتاعها وبتبيعه للي يدفع. دلوقتي انت هتوزعه ازاي؟ ولا كل مدرب بقى في حتته يتبع هويته؟ ونكتشف بعد شويه ان خريطه الكره المصريه بتتغير مش للافضل لكن في اتجاهات اخرى بفعل فاعل. اصل انك انت عشان تضرب نادي زي النادي الاهلي كما يتصور اللي بيعملوا الشغل الحلمنتيشي ده، ده شغل صعب لان ده تاريخ، ثقافه، جذور ضربه، جماهير صعب تغير ثقافتها لان اتبنت على ثقافه الصح والغلط والعمل السليم والمبدا والتقاليد. الكلام ده لازم يستثمر المناخ ده في انك تاخد الجماهير دي بطاقتها ورغبتها في انها تشوف حاجه عدله، في انك تعمل لها نظام. والاهلي ما قالكش فصل يا اخي نظام عشاني، بيقول لك قول لي هتعمل ازاي وما تفاجئنيش. يعني ما تجيش تقول لي ايه الغاء قائمه الانتظار، قول لي من الموسم المقبل سيتم كذا. ايوه اعرف اتصرف ارتب في المنتج بتاعي. ما تجيش تقول لي البطولة الفلانية مستحدثة، طب العمل الفني يمشي ازاي؟ ازاي؟ يعني قول من الموسم القادم يبقى الناس بتشتغل. ايوه وبعدين ما تجيش تقول لي زي شوف اللجج، شوف الزيف، لما يجي يقول لك ايه؟ ما هو الاهلي انسحب من الرابطة، لا الاهلي ما انسحبش من الرابطة. الاهلي عرضت عليه مسابقة غير ملزمة قال مش هشترك فيها. لائحتها بتقول انها غير ملزمة. غير ملزمة. المشاركة فيها غير ملزمة. انا مش اختياري من قبل ما تعمل حاجه اختياري، قلت لك من بدري ما تعملش حسابي في البطوله دي. زي دلوقتي الاهلي دلوقتي بيقول ايه ما تعملش حسابي في اي بطوله مستحدثه، لكن انت لو عايز تعمل بطوله خليها استمرار حتى لو مستحدثه تبقى على نفس اللائحه واستمرار للبطوله اللي كانت موجوده. ما استمرار يعني ايه؟ اه عايز تطور البطوله دي. ولو ان ده غلط المفروض تقول من السنه الجايه طورها بس تبقى مستمر. عايز تلغي حاجه وتعمل حاجه قول من السنه الجايه. هو ده الناس اللي عايزه تقود الحدث مش الحدث يقودها. فلما بقول لك هو احنا بقى نرمي الفوطه لان مفيش فايده ان حد يعمل حاجه ولا ايه؟ يعني في ناس تعرف، في ناس تعرف طبعا، ما كل دول ولاد اللعبه. هو انا اللي بقول لك كابتن فضل، طب ما كابتن فضل بالاهلي لما اختاره كان اختار كادر واعد وكان من الممكن يقود هو في مكان ما في 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 التطوير الكره واللي بيحصل. لكن انك انت تاخد موقف لمجرد حاجه ضيقه خلاف معين وعايز تاخد الدنيا من خلاله، انك تسطح كل حاجه والاهلي ملوش حق، الاهلي ملوش حق، غير معقول. وبعدين تستخف لو عندهم 5% احترافيه عيب. مين اللي عنده احترافيه طيب؟ لو الناس بتاعت الاهلي ما عندهاش احترافيه مين؟ هو من الاحترافيه وانت نائب رئيس الاتحاد او مسؤول في الاتحاد تتخانق مع لاعب في ممر التتويج عشان ده كهرباء؟ تمسكه هي دي احترافيه؟ شده. يعني هي دي احترافيه؟ لا يعني انت ما تسيبش نفسك لمشاعرك. بالظبط. انا شفت لحظات غضب منه مش مصدقها. شفتها بعيني. في حاجات ما تستحقش انها تكبر قوي كده. او حتى لو تستحق فين الرزانه بتاعت الشخصيه القضيه بتاعت المسؤول بقى طبعًا. اللي تثق انه لما يغضب غضبه ده ما يقودوش الى قرار خاطئ. بالظبط. وشخصا لا انت بتشخصا هنا. خساره. خساره. انا عايزه يراجع نفسه بصراحه. لانه يقدر يفيد جدا، واحد من الناس اللي تفيد هو وغيره في كذا ميدو اللي مره فوق ومره تحته يمين وشمال. ما تستغلوا يا جماعه خبراتكم دي انكم تعملوا حاجه للبلد بدل الشله، بدل الشغل الشللي اللي انتوا عمالين توزعوا الارزاق فيه النهارده. الكره المصريه اكبر من اي شله، ومفيش شله هتقدر تشيل شيله الكره المصريه الا بخبرات وبمسؤوليه وبقانون وبلوائح وبنظام وباحترام لكل اللي هو موجود. الحقيقه من ضمن العناصر الواعده في فريق النادي الاهلي حمزه علاء حارس المرمى
اللي خد احسن حارس مع المنتخب الاولمبي في التصفيات الاولمبيه، واحد من الحراس اللي الاهلي بيعول على مستقبل المرمى فيهم كبير، هو الداعم الكبير، هو مصطفى شوبير مع مصطفى مخلوف للشناوي الحارس الكبير. قناة الأهلي في لقاء مع حمزة علاء، هنشوفه ونطلع منه الفاصل، وبعد الفاصل هنشوف كلام مهم. طبعا في الأول أنا بشكرك جدا طبعا على المقدمة دي يا فاروق. أنت يمكن أنت عارفني من زمان وعارف إن هدفي طول عمره إن أنا أكون عند حسن ظن الناس كلها وعند حسن ظن أهلي وأمي وأبويا، واتمنى يعني ان انا البطوله دي والفتره اللي فاتت يعني مع منتخب مصر ومع النادي الاهلي ان انا اكون عند حسن الظن، وان انا اكون يعني فرحت الناس اللي عايزه تشوفني ناجح. يعني هو الجزء الاكبر يرجع لربنا سبحانه وتعالى ان انا اظهر بالشكل اللي انا ظهرت بيه ده، لان اللعب بيجيب مستوى وبيجيب ثقه وبيخليني بيحسسني كده ان انا هعمل حاجه كويسه وكده، بس انا ما كنتش بلعب، فان انا اظهر بشكل كويس ده يعني طبعا شغل واجتهاد، بس الاكتر ان هو كرم كبير قوي من عند ربنا ودعاء امي وابويا وكل حد ان هو عايز يشوفني ناجح، فانا بشكرهم جدا. وتحضيري للماتشات كله بيبقى انا اشتغلت وتعبت وبسيب الباقي على ربنا، فالحمد لله. لا انا كان طبعا وانا صغير كان نفسي ابقى لعيب كوره، اي طفل بيبقى نفسه يبقى لعيب كوره، مفيش حد بيكبر كده يقول انا عايز ابقى حارس مرمى، ما بتحصلش يعني. فانا كان نفسي طبعا ان انا ابقى لعيب، بس انا في نفس الوقت ده كنت بلعب كره يد، فكان يعني كنت بعرف اتعامل مع الكوره بايدي، يعني كنت ما اخافش من الكوره، بمسكها برميها مش عارف ايه. في يوم يعني كنا في التمرين عادي في انمي برشلونه، رايح بشورت وتيشيرت وهجري وهشوت، الحارس بتاعنا يعني ما جاش، فمين هيقف جون يا جماعه؟ ده بيلعب كره يد، طب وقفوا جون. وقفت جون بقى، والباقي بقى تدابير ربنا. في اتنين بصراحه، كابتن طارق سليمان وكابتن تامر الدسوقي. كابتن طارق سليمان كان اول واحد شاط عليا كوره في النادي الاهلي، هو اللي اختبرني اول واحد خالص، وبعدين الاختبار التاني، ومن الاختبار التاني فيما بعد بقى كنت مع كابتن تامر الدسوقي. فهما الاثنين دول احب اشكرهم جدا جدا جدا. كابتن تامر الدسوقي يعني هو عارف معزته عندي قد ايه، وانت عارف هو معزته عندي قد ايه. يمكن اكتر مدرب اشتغلت معاه واكتر مدرب حبيت ان انا اشتغل معاه، لان هو مش مدرب بس، هو اخ كبير وصديق وفي مقام والدي يعني، وانا بشكره جدا وحابب يعني استغل الفرصه دي ان انا اقول له شكرا على تعبك معايا وشكرا على وقفتك جنبي، واتمنى يعني ان انا اكون فرحتك. اسهل ما العبش كوره اصلا والله، بس هو كاسهل منهم هما الاثنين ان انا لا لعيب كره. كره مسؤول، حارس المرمى مسؤوليه وضغط ويعني لا ضغط كبير، يعني ما اظنش ان ناس كتيره هتحس بيه او حاسه بيه، لان هما مش في يعني مش محطوطين في الموقف ده، بس هو مش الموضوع مش سهل طبعا، بس الموضوع انا لما بقيت جون حبيت الموضوع جدا، يعني لو جيت خيرتني دلوقتي ابقى جون ولا لعيب هبقى لعيب برضه عادي. لو قلت مهاجم مش هتعرف تجيب جون يا حمزه. لا ده مين اللي قال لك كده؟ لا اجيب عادي. طبعا كابتن محمد الشناوي يعني مش انا اللي هقول لك على كابتن محمد الشناوي، يعني هو عمل اسمه بنفسه وتعب واشتغل على نفسه، لحد دلوقتي بيشتغل على نفسه كانه لسه ما عملش اي حاجه، وده يعني انا مثلا كجون صغير في الفرقه لما بشوفه بيشتغل على نفسه بالمنظر ده وبيتعب بالمنظر ده، وانا ما بعملش نص اللي بيعمله بتكسف من نفسي، فانا بقى مضطر اعمل زيه اكتر كمان. فانا هو بالنسبه لي حتى في البطوله كان دايما بيكلمني، بعد اول ماتش كلمني، وبعد تاني ماتش ولما صعدنا الاولمبياد كلمني، وبعد البطوله خالص حتى بعد ما خسرنا البطوله كلمني وقال لي ما تزعلش نفسك، ودي حاجه بتحصل كتير وحصلت لي كتير وهتحصل لي تاني وهتحصل لك انت كمان تاني، يعني ما تشيلش هم، وانت الحمد لله عملت بطوله كويسه وخدت احسن جون في افريقيا وما اعرفش ايه، الحاجات دي كلها طبعا لما اسمعها منه دي بتبقى حافز، لان هو هنا في النادي وهو القدوه، يعني هو احنا كلنا يعني هو عمل حاجات في النادي طبعا تتحسب له، وبنبقى كلنا عايزين ان احنا لما الفرصة تجيلنا نقدر ان احنا
يعني نفرح جماهير الاهلي ونقدر ان احنا نعمل حاجه زي ما هو عمل. هو كابتن محمد الشناوي طبعا هو عشان برضه لعب بره ولعب يعني في نوادي بره النادي الاهلي، فهو عاش شاف الاجواء كلها وشاف كذا منظومه وشاف كذا حاجه، فهو اللي هو بيعمله ده هو ما بيعملوش بمجرد ان هو انا كابتن فرقه فانا كلمتي هتمشي، لا هو بيعمله خوفا علينا وان هو عايزنا نبقى حاجه كويسه وان هو عايزنا نبقى دايما ملتزمين دايما حاضرين دايما ظاهرين باحسن مستوى دايما شكلنا قدام الناس كويس، وده اللي بيميزه يعني ان هو مركز في كل حاجه بصراحه وواخد باله يعني من الناس كلها وواخد باله ان في اكتر من 30 لعيب في الفرقه هو المسؤول يعني، فهو الكابتن يعني ما نقدرش ان احنا نقول حاجه غير ان هو بيأدي دوره بشكل كويس جدا بصراحه. ان الكوره مش في الملعب بس، ان الكوره مش ساعتين تمرين ولا ثلاث ساعات تمرين بس، الكوره حياه، الكوره طريقه حياه، الكوره لايف ستايل، يعني انت بتبقى بتشتغل على نفسك بره الملعب اصلا اكتر من بتشتغل على نفسك في الملعب، لان انت بتقعد في الملعب ساعتين ثلاثه وبعدين بيبقى في 20 ولا 21 ساعه في اليوم انت لوحدك بقى خلاص، انت لو مش هتعرف تسيطر على نفسك وتعيش عيشه كويسه يبقى انت ما تستاهلش يعني ان انت تبقى لعيب كوره. هو طبعا المعسكر ده مهم جدا معنويا ومهم جدا ان هو بيقربنا لبعض وبيربطنا ببعض كفرقه، وبتبقى حاجه يعني كمعسكر بقى بدني وفني وتكتيك ومحاضرات وحاجات، فاحنا بنحتاج الفتره دي ان احنا نبدا موسم بدايه صح، يعني ان احنا نبقى سابقين عن منافسينا ونبقى بادئين الموسم واثقين ان احنا اشتغلنا وتعبنا واجتهدنا ان احنا ان شاء الله ربنا يكافئنا. دي حقيقه بصراحه جمهورنا الاهلي ما بيزهقش والله، يعني انت ممكن تبقى واخد بطولات الدنيا كلها وتتعادل ماتش مالوش لازمه اصلا، بس لا تبقى جنايه، فانت دي بتبقى حافز ان انت طول ما الموسم شغال طول ما انت عندك ماتشات عندك تمارين عندك بطولات عندك اي حاجه ان انت دايما دايما لازم تكسب. اوبشن التعادل ده بالنسبه لنا خساره، والخساره دي حرب اهليه بقى في النادي، فما ينفعش، فاحنا لازم ان احنا نبقى شغالين على نفسنا ان احنا كل ماتش وكل بطوله يبقى هدفنا ان احنا ناخد الماتش ناخد البطوله اي حاجه داخلين فيها بتاعتنا، فده بيبقى مش هدف انا لوحدي، ده هدف المنظومه كلها، مش لعيبه بس، لعيبه وجهاز واداره وجهاز طبي وجهاز اداري وحتى الناس اللي بتبقى معانا انتوا من قناه الاهلي والسوشيال ميديا تيم بتاع الفرقه، كله هدفه ان احنا ننجح، والنجاح ما بيجيش من واحد، النجاح بيجي من كله يعني. هي الاولمبياد في شهر 6 و7 في 2024، من هنا شهر 6 و7 2024 في غير المعسكرات طبعا المنتخب الاولمبي في نادي، وانا يعني انا تحت عقد في النادي ان انا شغلي في النادي، انا بروح المنتخب من خلال النادي، انا بكون كويس في المنتخب من خلال النادي، انا كل حاجه بعملها من خلال النادي، فانا اولويتي ان انا اكون متواجد بشكل كويس جدا مع النادي، لان ده انا لو مش كويس في النادي او مش ظاهر بشكل كويس في النادي مش هروح المنتخب، لو ما بشتغلش على نفسي مش هكون كويس. فانا الفتره الجايه في منتخب، وطبعا الاولمبياد ده حلم كبير وهدف، يعني انا ما اقدرش اقول لك ان انا ما بفكرش في الاولمبياد من دلوقتي، لا يعني انا بنام وبحلم بالاولمبياد، فهي مش هي اهم حاجه بالنسبه لي طبعا ان انا اظهر بشكل كويس في الاولمبياد، بس برده مهم جدا جدا بالنسبه لي ان انا اظهر بشكل كويس قوي في اي فرصه تجيلي مع النادي. احنا يعني اولا جمهور النادي الاهلي انا لو فضلت اتكلم من هنا لبكره مش هقدر اديله حق، لو انا اديتهم ثقه ان في جون هم ادوني ثقه ان انا اصلا اظهر وان انا اكون كويس وان انا احس باللي انا عملته واحس بان انا انا عملت حاجه انا عملت بطوله كويسه، انا هم بصراحه ادوني ثقه كبيره قوي خلال البطوله كلها ان انا يعني اظهر بشكل كويس وان انا يعني استاهل اكون موجود واستاهل ان انا العب، وان دي يعني اتمنى ان دي تكون حاجه دائمه ان انا اكون دايما عند حسن الظن، وان شاء الله يعني ان احنا نسعدهم باذن الله. اهلا بحضراتكم من جديد، ما تخافش على الاهلي لانه الاهلي زي ما المهندس عادل قال تقريبا هو الحاجه الكبيره المهمه اللي ماشيه في الرياضه المصريه صح.
تقريبا هو زي ما قال الكابتن فاروق جعفر الاسبوع ده هو الواجهه الحضاريه للرياضه المصريه بكل وضوح. عشان كده كان موعده هذا الاسبوع مع حاجات مهمه جدا هنشوفها في الغربال للكبار فقط. الاسبوع ده فعلا الاهلي مع الكبار والكبار فقط. الاتحاد الافريقي لكرة القدم مع الاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي عايز يجرب البطولة الجديدة اللي فشل انه يعملها في اوروبا، الدوري الافريقي. وموتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي قال لك اصدقائي الاوروبيين قالوا لي اعمل معروف ابعد عن كلمة السوبر، ما تسموهوش سوبر ابدا. لانه دي كانت ورا فشل التجربة او المحاولة في اوروبا. طب ايه يبقى الدوري الافريقي لكرة القدم؟ وهيضم الثمانية الكبار في القارة. الأهلي كان على رأس الأربعة الأوائل، يعني التصنيف الأول الأهلي، ثم الوداد، ثم الترجي، ثم صن داونز، والتصنيف الثاني سيمبا وإنيمبا وبترو أتلتيكو وإنيمبا النيجيري. القرعة اتعملت بين الأربعة والأربعة وأسفرت عن لقاء الأهلي في المباراة الافتتاحية مع سيمبا التنزاني، هتبقى إن شاء الله تعالى في استاد دار السلام في العاصمة التنزانية، والفائز من هذه المباراة هيواجه الفائز في نصف النهائي بين صن داونز وبترو اتلتيكو الانجولي. لغايه دلوقتي بترو اتلتيكو موجود في السبق. الاتحاد الوطني في الانجولا وقفوا سنتين بسبب مخالفات تتعلق بالفساد المالي والاداري، لكن الكاف حتى الان شايف انه اتلتيكو مقدم استئناف فسايبه موجود في البطوله انتظارا لحدوث جديد. تعرف حكايه بترو اتلتيكو دي؟ ليه علاقة بحكاية رمي الفوطة برضه؟ اه تخيل انت انجولا الاتحاد الوطني عمل ايه؟ اكبر نادي عندها بترو اتلتيكو وهيشارك في السوبر. ايوه مماثل انجولا في العشرة الكبار في العالم. عارف تمانية. الموضوع ابتدى ليه؟ ايه التهمة؟ تسجيل صوتي للمدرب. ها؟ وهم بيقولوا له لو كسبت مش لو خسرت، لو كسبت هتاخد فلوس، لو كسبت الفريق الفلاني يعني حافز يفترض اللي احنا بنسميه عندنا حافز. ايوه هم اعتبروه رشوه من اجل الفوز، لان المفروض تأثير ده على النتيجه، المفروض ده يبقى دورك من غير ما حد يدفع لك حاجه. فهؤلاء يعني عايزين مصلحه ايه؟ مصلحه وشفافيه وسمعه الكوره بتاعتهم. احنا فين من ان واحد يقول لك جبنا له المدرب الحكم اللي بيحبه وعايز يكسب بطوله فعايز حكم مصري وتطلع لعيبته لعيبه سابقين يقول لك فوتنا الماتش الفلاني وعملنا الماتش الفلاني وانا كنت بنفرد ما بجيبش جون، والتاني يقول لك انا شيلها يا ابراهيم دخل في جون ورحت حاضن اللعيب بلاوي سودا والله. ولا حد عايز يحاسب حد على حاجه. اه ولا حد عايز يستنكر يا سيدي، ولا حد عايز يهدد امثال هؤلاء. بالعكس هم دول اللي على الساحه، هم دول اللي بيتكلموا، هم دول اللي مسيطرين على المشهد الاعلامي مثل هذه المظاهر. عايز نتفائل ازاي يا ابراهيم؟ احنا فين؟ انا بقول لك الخليج بيتصرف كده هنقول قوه المال. طيب اهو افريقيا بتتصرف ازاي؟ اللي احنا بنتهمهم بالفساد وبال صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني على قوته، وده صامويل إيتو بقى محل المحكمة علشان اتسجلت مكالمة بينه وبين رئيس نادي في الدرجة الثانية بيعدوا إن شاء الله هتصعد، بيقول له هننظر في أمر صعودك. ده كلام هو ده اللي أنا بقوله بقى. الكلام ده اللي يظبط الأداء. طبعا ده اللي يخلي فيه احترام لمسابقتك، ده اللي يخلي فيه شفافية وعدالة وتكافؤ فرص، ده اللي يخلي فيه نزاهه. احنا كنا كده، احنا طبعا. في عز جبروت لعيبه كبار قوي اتشطبوا في الستينات يا استاذ ابراهيم. أيوه. لعيبه دوليين كبار في منتخب مصر. أيوه. اسماء مرعبه في التسعينات، في التسعينات يعني مش عايز لا ده انا لا ده انا بقول لك في الستينات. اللي هو ما اتشطبش ثلاث نجوم كبار جدا 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 اتشطبوا. أيوه. للتلاعب. أيوه. كان في ناس بتحاسب وناس عايزه مصلحه وسمعه الكره المصريه. هو مش في لعيب دولي
مهم جدا اتشطب نهائيا برضو لفكرة انه حافز عشان قال لزمايله عايزين نكسب مش عايزين نخسر. قال لهم لو كسبنا كل واحد هياخد كذا. وعدوني المنافسين للفرقة دي. مع ان الطبيعي انك انت الصعب انك تكسب. وكان هداف المنتخب. الصعب انك تكسب. يعني دي ما فيهاش تفويت. ده فيها حماس زايد. بالظبط. اتشطب. لانه تأثير على النتيجة يضر بالاخر. ولم يغفر له مكانته وانه كان ممثل الصعيد الوحيد. في المنتخب وقتها. فين؟ احنا نفسنا ازاي اضمحلة قيامنا واضمحلة ارادتنا التربوية ارادتنا التنظيمية والادارية الى هذا المستوى؟ ما بقاش حاجة بتخضنا ولا بتزعجنا. ما بقاش يخضنا ان الناس بتتناولنا في الخارج ازاي؟ عمالين نداري على الاخطاء نداري وكأن العلاج انك تداري على التقيحات والقرح والخراريج. هتقلب حاجات مش كويسة بعد كده. فأنا يعني ده اللي خلاني بقول هو احنا هنرمي الفوطة ولا ايه؟ فوطة الكرة المصرية نرمي لها الفوطة بقى ولا حد هيجي يقول لنا لا معلش؟ لا، اللي جاي بإذن الله هيشهد تعديل لكل هذا الأمر. وإذا أخطأ الأهلي أول الناس اللي تحاسب. طبعًا بس طبعًا. حطيني بتحاسبني على ايه؟ أيوة. على المعيار اللي أنت خدته وأخترتني بيه واللي غيري هيحاسب عليه. تعظيم سلام. لو وقعت في هذا الخطأ توحيد المعيارية تمشي على الكل. إنما بقى التفصيل وشغل التبرير والكلام ده ما ينفعش. إن العيب النهاردة يتقال له روح ولا يهمك أصل أنت عقدك ما توثقش، وبعدين أول ما يسافر يروح موثقين العقد ويسببه في 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 في, في, في شيء يهدد مستقبله، ولعيب تاني يقول لك أنا بطعن في 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 عقدي ولا أحد ينظر إليه، ولعيب تالت وهكذا. يعني انت دايما سايب الانديه تصوب لك. يعني النادي الاهلي في لعيب عنده بس جت سيرتها في اختفاء العود في اتحاد الكره الطايره. الاهلي احسن اثنين لعيبه عنده في مصر. قال لك لا مش هقبل هذا الكلام. الاتحاد نفسه ما عملهاش. يعني الاتحاد نفسه كان يجب ان يجري تحديدا اتحاد اللعبه. ازاي ده يحصل عندي وايا كان المتسبب؟ لازم يعاقب عقاب صارم جدا. انت استاذ ابراهيم بقيت تقبل الخطا ببساطه شديده جدا، وده مش خطا، ده انحلال. انحلال طبعا. طبعا اللي بيحصل ده انحلال. لما يطلع لك واحد يقول لك احتواء وبروتوكول وطالع يسخر، لما كل ما تيجي تعمل محاولة إصلاح وتجيب خبير أجنبي للتحكيم يتحارب، يتلموا عليه من الشلة برضه الشلالية عشان ما يتعاونوش معاه ويزهقوه ويمشوه، لدرجة أن يتهم واحد فيهم بالشذوذ عشان يخاف على نفسه ويجري، وده اللي حصل. وما فيش حد غيران على سمعة الكرة المصرية. طب عايز إيه يا أستاذ إبراهيم؟ عايز نعمل إيه؟ نتفائل يعني؟ نرمي الفوطة؟ ما احنا تقريبا هي اترمت واحنا مش شايفينها. تقريبا يعني الحقوا الكوره المصريه بالنظام. بالنظام اعملوا نظام يا سيدي، قولوا من السنه الجايه هنعمل 1 2 3 ومفيش جعيص ضد هذا النظام، بس وطبقوا على الجعيص. ده كلام مهم جدا. طيب اذا كان الاهلي كان على موعد مع قرعه الكبار في بطوله الدوري الافريقي، البطوله اللي هتبدا 20 اكتوبر، الاهلي مع سيمبا التنزاني في دار السلام، فغدا على موعد مع كبار اخرين، لكن هذه المره كبار العالم. شوفوا الاهلي مكانته فين. بكره ان شاء الله تعالى في السعوديه قرعه كاس العالم للانديه، بطوله الاهلي المفضلة والمحببة والمدللة، وكل جمهور الأهلي بقى شايف الأهلي في الكاتيجوري ده في المستوى ده. وهي الحقيقة هي الإطلالة منك على هي نفستك على العالم. العالم كله عرف النادي الأهلي، اليابان عرفت النادي الأهلي، كل الدول العربية الشقيقة اللي استضافت هذه البطولة سواء المغرب أو أبو ظبي أو قطر، أو كمان حاليا الدورة هتتلعب في السعودية في ديسمبر القادم، الكل عرف الأهلي وعرف حجم شعبية الأهلي وعرف تأثير الأهلي على الساحة الإعلامية العالمية عامل إزاي.
ده دليل اهميه البطوله، اهميه البطوله يا استاذ ابراهيم، دليل على اهميتها. شوف الانديه بدات تدعم نفسها ازاي عشان تشارك في البطوله، تشارك وتحاول تكسبها. ايوه النهارده الاتحاد، اتحاد جده شوف بقى عامل ازاي السكواد بتاعه. لكن هل معنى كده ان النادي الاهلي مش هيكون ند؟ باذن الله هيكون ند، باذن الله بقوته وبخبراته وبحماسه وبكفاءه لعيبته. ايوه عملها قبل كده. صحيح. كابتن حسام غالي عضو مجلس اداره النادي، تم تفويضه للسفر للسعوديه ممثلا للنادي في مراسم قرعه كاس العالم للانديه اللي هتقام غدا الثلاثاء ان شاء الله في السعوديه في مدينه جده. الانديه المشاركه: الاهلي بطل ابطال افريقيا وحامل الرقم القياسي في مرات الظهور على المسرح العالمي. مانشستر سيتي بطل اوروبا. اتحاد جده ممثل للدوله المنظمه وكان واخد الدوري في السعوديه. اوكلاند سيتي ده بطل الاوقيانوس. ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف. اوراوا الياباني ده بطل اسيا. ثم بطل امريكا الجنوبيه لم يتحدد بعد، هو ده الفريق الوحيد والسته التانيين محددين. البطوله القرعه بكره هتتعمل ايه؟ انت مبدئيا عندك بطل امريكا الجنوبيه اللي لسه ما تحددش، والمان سيتي بطل اوروبا، الاثنين دول هيبداوا زي ما كلكم فاكرين وعارفين من نصف النهائي. طب اللي قبل كده هيحصل ايه؟ اوكلاند سيتي هيلعب المباراه التمهيديه في البطوله مع اتحاد جده، باعتبار اتحاد جده اضيف على البطوله كممثل للدوله المنظمه. هيلعب اتحاد جده مع اوكلاند سيتي. الفائز منهم هينضم للثلاثي. اوراوا الياباني بطل اسيا، ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، والاهلي بطل افريقيا. الثلاثه دول هينضم لهم الفائز من اتحاد جده واوكلاند سيتي، يبقى الاربعه. القرعه هتتعمل بكره، الاهلي هيلاعب مين في الاربعه دول؟ هل هيلاعب ليون المكسيكي؟ ولا هيلاعب اوراوا الياباني؟ ولا هيلاعب الفائز من اتحاد جده واوكلاند سيتي؟ ثم تحديد المسار التالي، مين من دول هيلاعب مانشستر سيتي في نصف النهائي، ومين هيلعب بطل امريكا الجنوبيه اللي لسه ما تحددش. هي دي القرعه اللي هتتعمل بكره، والبطوله هتكون في السعوديه في جده من 12 حتى 22 ديسمبر ان شاء الله. نتمنى كل الخير للنادي الاهلي، وباذن الله يعني يظهر بنفس الصوره الرائعه اللي بيظهر بيها. ولو ربنا وفقنا ان احنا ناخد خطوه لقدام يبقى ده هو يعني غايه المنى يا استاذ ابراهيم زي ما بيقولوا. يعني الميزه في السعوديه برضو انك انت هتبقى تقدر تتمتع بالحضور الجماهيري المتوقع من الجاليه المصريه والاهلاويه تحديدا بشغفها وبحماسها وتنظيمها. طيب الاهلي استعداده في النمسا لاجل هذه الاحداث، يعني انتوا الفريق داخل بهمه وداخل باستعداد، ومارسيل كولر بيجهز اكبر عدد من اللعيبه. الفكره دي اللقطه اللي صديقنا العزيز ايهاب الخطيب كان كلمكم عليها من شويه في مداخلته، كهربا لما خد امام عاشور قدامه وراه على العجله واختفى بيه، هي دي لا انت مش امام عاشور بس، كهربا ما سابش العجله في المعسكر وخلى علي معلول برضو يعمل زي انا احس كده. انت تفتكر واحنا في المغرب برضو كان بيلف بالعجله، تحس ان يا كهربا ده البيزنس بتاعه اللي جاي يعمل محل العجل لا بيحب العجل، واضح انه بيحب العجل جدا يعني لا كمان هي رياضه جميله ومفيده، واضح ان المكان نفسه مدي فرصه لكده. طبعا في يعني فيه مكان مفتوح وخضره وطرق ايه بيزق ده بيزق لسه ما ضارتش. ما هو ده بقى الضحك ولعب وجد وحب، يعني مع كل الشغل الجامد قوي اللي الراجل قرص عليهم بيه بدنيا بيخلقوا لنفسهم لحظات المرح، فبيختاروا لحظات مرح صحيه يعني يخففوا شويه. المره دي عاشور هو اللي خده قدامه والله حاجات لطيفه جدا يا جماعه،
مطلوب جدا هذه الاجواء، ومطلوب جدا هذه المشاعر، مطلوب والروح جدا الايجابيه في في العلاقات والتنظيم. طيب واحد ربنا يحميهم يا رب من الاصابات يا رب، ويبقى بدايه موسم موفق باذن الله ان شاء الله. طيب هقول لكم بعد القرعه ما اتعملت قرعه الدوري الافريقي، الحقيقه يعني ميكسوني بقى لانه الموزمبيقي ميكسوني اللي مشي من الاهلي راح سيمبا، فالقرعه تجيب له الاهلي في سكته، فميكسوني عمل رساله الحقيقه علق على وقوع سيمبا مع الاهلي وان هو هيشارك مع سيمبا، قال لك لا يمكن قول شيء الان، سنرى ماذا سيحدث في المباراه، وقال على حسابه على الفيسبوك لا استطيع الانتظار حتى العب ضد اصدقائي القدامى. شوف انا دايما بقول احذر النمر الجريح، يعني عدم استمرار ميكوسوني. طبعا هو قال حتى المتحدث قال ان ده كان قرار بالنسبه لميكوسوني مش صح، لانه رجع لنقطه البدايه وما راحش من الاهلي على اوروبا، فقطعا دي ما كانتش حاجه تسعد، فعنده دوافع. على فكره دي اللي اتكلم عليها روبرتو اوليفيرا المدير الفني لسيمبا، بقى انطباعاته عن القرعه وعن وقوع الاهلي معاه وعن وجود ميكسوني ضمن صفوفه ونشوف. سعيد للغايه بمواجهه فريق النادي الاهلي، لان نادي سيمبا الان فريق قوي ويؤدي بشكل طيب جدا، وادى بشكل طيب خلال دوري ابطال افريقيا الماضي، ونحن ضمن افضل 10 أندية في افريقيا، نحتل المركز السابع، لدينا فريق قوي بمزيج بين الخبرة والشباب، وأنا راضي تماما عن الأداء وعن الأسلوب والاستراتيجية التي نؤدي بها، وأرى أنها فرصة طيبة جدا لفريقي نادي سيمبا لكي يؤدي في هذه البطولة بشكل طيب ويظهر مهاراته وقوته سواء على أرضه أو خارج أرضه، وأعتقد أنه في رأيي سيكون ديربي قوي ومباراة كبيرة، ولدينا الفرصة لكي نبذل قصارى جهدنا، لأن الأساس هو بناء علاقات طيبة بيني وبين اللاعبين وبين الطاقم الفني. أنا أتمنى أن نلعب بشكل جيد ونحقق نتيجة طيبة. أنا جاهز أنا وفريقي للعب في أي مكان وفي أي بلد، سواء في بلدي أو خارج بلادي. النقطة الثانية أنني أحترم كل المنافسين، ولكن كرة القدم بالنسبة لي ليس الماضي أو المستقبل، كرة القدم هي الوقت الحالي. في الوقت الحالي على كل منافسينا أن يحترموا سيمبا، لأننا فريق ضمن أفضل 10 فرق في إفريقيا، وستجدون أننا سنؤدي بشكل طيب كما أدينا بشكل طيب جدا خلال دوري أبطال إفريقيا الماضي، كما أننا فزنا مؤخرا بكأس السوبر في تنزانيا، والآن لدينا فريق قوي، ستكون مباراة دربي قوية، وأنا أحترم كل المنافسين. كلام مدرب محترف، وكلام بيدعمه الواقع. سيمبا بقاله 2 سنين بيبني، وفعلا نتائجه بقت كويسة، وهو بطل السوبر منتشي، لكن الأهلي برضو هيروح بذكريات هزيمته أيام مستر ميكسوني موسيماني، وكان ميكسوني اللي جاب الجون فينا. فأعتقد وكولر عودة أنه بيذاكر الحاجات دي. نتمنى النادي الاهلي، بس هي التوقيت بتاع البطولات دي مش رايح الاهلي وفي عز الموسم. يعني لو رايح بعد كده بشهرين 3 في كل اللقاءات دي، هو هيروح 20 اكتوبر هيبقى لعب ما هو انت 6-7 ماتشات بس ايه بقى؟ افريقيا محلي مش عارف ايه السوبر الافريقي يعني حته برضه، وانت بتلهس رايح مش رايح بايه بنفس منتظم في تصاعد منتظم.
طبعا الظروف احسن شويه 6 اكتوبر احسن من 15 سبتمبر 20 اكتوبر 20 طب كويس يعني اتمنى بس الاول نتجاوز ماتش اتحاد العاصمه السوبر الافريقي لان ده طبعا مهم جدا جدا يبتدي موسم كده بتوفيق باذن الله يبقى دافع كويس جدا ووقفك على الارض تقدر تشتغل وانت كسبان غير الناس تبقى متوتره ده كلام مهم جدا ويا جماعه تداخل الارتباطات الكتيره دي خلت مارسيل كولر مهتم قوي بتجهيز اكبر عدد من اللعيبه مش علي تاني وانه فكره الروتيشن اللي عمله السنه اللي فاتت بعبقريه الحقيقه تحسب له هو ماضي فيها ومستمر انه ما فيش لعيب اساسي ولعيب احتياطي كلهم اساسيين وكلهم المفروض يكونوا جاهزين الموسم اللي فات كان واحد من الاوراق البديله اللي استخدمها ببراعه مش بس مروان عطيه خالد عبد الفتاح استخدمه في اكتر من مركز وكان بيسد وبيأدي خالد عبد الفتاح اصيب اصابه في الكتف تعالج سافر موجود في المعسكر قناه الاهلي اجرت هذا الحوار مع خالد عبد الفتاح اجراه الزميل فاروق صلاح هنطلع نشوف خالد عبد الفتاح من قلب المعسكر ونطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل رجعت من الاصابه نزلت ملعب من اسبوع كده بدانا تدريجي والحمد لله دلوقتي وصلنا الفورمه كويسه يعني يا حبيبي الله يبارك فيك 4 سنين جايين ان شاء الله كلهم طموح ويبقوا كلهم انجازات وتحقيق بطولات البدايه كانت قويه جدا 4 5 بطولات 4 بالنسبه لي فان شاء الله نقدر نحافظ عليهم ونسعى اللي احنا نجيب اكتر عدد بطولات السنه دي طبعا ثقه المدير الفني ثقه الجمهور ثقه اللعيبه زمايلي ف لعيب الكرة طبعا أهم حاجة بالنسبة له الثقة فإنك تكتسب ثقة وثقة الجمهور والمدير الفني واللعيبة هتفرق مع مستواك طبعا بتفرق مع لعيب الكرة جدا الحمد لله قدرنا نكسب بعضها إن شاء الله السنة دي نسعى إن احنا نوصل لأعلى فورمة ونحقق أكتر بطولات وبالنسبة لنا على المستوى الشخصي ألعب أكتر عدد ماتشات وأحقق أكتر إنجازات يعني مع الفريق إن شاء الله اكيد طبعا جيت اول يوم دخلت اوضه اللبس حسيت ان انا مع اخواتي والله بصراحه يعني ما حسيتش ان انا داخل كان في هيبه طبعا اوضه اللبس كابتن منتخب مصر كابتن النادي الاهلي علي معلول طبعا كلهم كباتن كبار احتووني بمعنى الكلمه حسوني ان انا في بيتي ما مش في نادي جديد فدخلت في الاجواء بسهوله يعني سهلت عليا الدنيا مستر كولر طبعا بشكره على ثقته والفرصه اللي انا خدتها بيتكلم معايا دايما في ان احنا نلعب كلنا يعني نلعب بثقه كامله نلعب من غير ضغوطات نحاول نقلل الضغوطات طبعا ما فيش لاعب كوره بيلعب من غير ضغوطات بنحاول نركز في الملعب بس نلعب برجوله بيتكلم معانا كلنا على فترات بيقعد معانا شخصيا بيتكلم معانا الحاجات اللي شغله ذهننا بيحاول يفهمنا اكتر يقرب مننا طبعا ثقافه غير الثقافه خالص فبيحاول يفهمنا هو فعلا نجح في ده وبيعامل كل واحد بطريقته الخاصه فدي تحسب له وبشكره طبعا اكيد بيبقى بيشكل ضغط وفي نفس الوقت دافع طبعا اي دافع بيتحط بمسؤوليه كبيره بيشكل حتى لو بعض من الضغوط في نادي كبير جماهيره تتعدى 50 مليون فانت بالنسبة لك ضغوطات 50 مليون جمهور النادي الاهلي عصبية دايما بطولات وانت حطيت نفسك في حتة انك واخد 5 بطولات في موسم فبقى ده طبيعي فاحنا عايزين اكتر فطبعا بتحط ضغط وفي نفس الوقت حافز طبعا الاجواء طبعا كويسة جدا كتمرين و وكضحك ولعب وهزار لعيبه جديده لازم ندخلهم في الجو ونخش كلنا في الجو رضا سليم وكريم نيدفيد رجع طبعا وصلاح محسن وامام عاشور اضافه قويه جدا 4 لعيبه تقال جدا ان شاء الله يكونوا اضافه قويه ويدخلوا في الاجواء بسرعه الاجواء هنا كويسه جدا اجواء كوره معزولين شويه في خضره وطبيعه مركزين ان شاء الله في ماتشين وديين ان شاء الله نطلع باقصى استفاده من الماتش طبعا منافسه قويه جدا لعيبه منتخب مصر لعيبه دوليه منافسه قويه بنتمرن بنجتهد كلنا بنتمرن جامد جدا في الاول وفي الاخر كل ماتشات
وليها مناسباتها كوتش وليه وجهة نظره اللي يلعب طبعا توفيق، واللي ما بيلعبش اكيد هيتمرن ويجي دوره يلعب، وهي دي الكوره يعني عموما في اي حته. بشكرهم جدا طبعا، انك تاخد حب وثقه جمهور النادي الاهلي دي حاجه مش سهله. ياما لعيبه كبيره ما قدرتش تحمل الضغوط، وفي نفس الوقت ما قدرتش تكسب ثقه الجمهور، فاتمنى اكون عند حسن ظنهم، وان شاء الله بوعدهم مش هنبخل بنقطه عرق، وكل اللي في ايدينا هنعمله اكتر، وان شاء الله السنه دي نوعدهم ببطولات اكتر من السنه اللي فاتت. كلهم والله، وده بجد يعني. خصوصا عبد القادر ومنعم كانوا معايا في نادي سموحه، وبعدها طبعا كل الفرقه بصراحه اخوات يعني، بنتعامل كلنا هنا اصحاب واخوات، بنلعب بلاي ستيشن، بنلعب بينج بونج، بنلعب. مين اللي بيكسب في البينج بونج؟ عبد القادر. انا 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 بكسب برضه، بس انا عشان كتفي فمريح المعسكر ده، بس عبد القادر المعسكر ده مكتسح يعني بصراحه. خلي بالك عبد القادر وياسين المكاري ما شاء الله يعني الاثنين مصاب. حظهم بقى اللي انا مصاب. طاهر طبعا مكتسح في البلاي ستيشن، والباقي بقى بيلعب دومن. بس يعني معسكر جميل جدا، اجواء حلوه جدا، تمرين كويس، وفي نفس الوقت بنفك ونلعب وبنحاول بقى نركز في اللي جاي يعني. ان شاء الله السنه دي غير، مدعمين مركزين، ان شاء الله ناخد بطولات اكتر من السنه اللي فاتت، كاس العالم نوصل لابعد مدى فيه، كله مركز في كاس العالم، الجمهور مركز في كاس العالم، احنا كلاعيبه برضو عايزين نوصل لمدى ابعد من اللي احنا وصلنا له قبل كده. ما تخافش على الاهلي بجد، لان الاهلي لما بيجد حد من المنصفين حتى وان كانوا من كبار المنافسين وعندهم قدر من الأمانة والموضوعية في الرأي، بيكون رأيهم منصف جدا للأهلي وقيمة الأهلي وما يحققه الأهلي. واحد من هؤلاء المنصفين الكبار كابتن فاروق جعفر، أعتقد نجم الزمالك الكبير، واحد من رموزه، لما يتحدث عن الأهلي يبقى الكلام مهم. نشوفه. رأيك يا كابتن فاروق في موضوع السوبر الأفريقي؟ يعني انا لو يعني انا شغلت مدير فني للمنتخب، لو انا في لعيبه هاخدها من الانديه مش هتلعب، مش هاخدها. ودي ما تزعلش، دي ما تزعلش. احنا دايما نقول ايه، رقم واحد مصر ورقم واحد المنتخب، ده العرف، وما ولا نقاش فيه ولا اي كلام. لكن انت النهارده النادي الاهلي بيعمل حاجه جديده في الكره المصريه. النادي الاهلي بيلعب في بطولات عالميه. النادي الاهلي دلوقتي بقى هو الواجهه الحقيقيه للكره المصريه. في الفتره اللي فاتت دي النادي الاهلي بدا يجيب تدعيمات وتوظيف لعيبه جديده، ومدرب على مستوى عالي، بولر ده على مستوى عالي، راجل هادي ومنسق ومنظم، بجانب ان انت عندك لجنه فنيه او اداره فنيه بتدير برئيس رئيس النادي ومحسن كابتن محسن صالح وزكريا ناصف، وكان معاهم بيبو، ومعاهم اللجنه الاربعه، الاربعه بتوع كوره بيعرفوا عايزين احتياجات الراجل، بيقول لهم انا عايز كذا، هم بيجيبوا افضل اللي موجودين. فعشان كده هم نجحوا في الفتره الاخيره. النادي الاهلي دلوقتي عنده فرقه قويه، طبعا عنده فرقه قويه، طبعا بكلمك بجد. طبعا. وبعدين حاجه ثانيه، في كل مركز فيه اثنين، ودي حاجه بالورقه والقلم يعني تبقى انت ناجح، ان انت ما عندكش مشكله. مثلا بنتكلم على اللعيبه بتاعت النادي الاهلي، جات لها اصابات ما وقعتش النادي الاهلي، في البديل لعب على طول وخدوا الدوري. أيوه. وخدوا البطوله الافريقيه. يعني فانت يعني كل الامكانيات، ودي الدراسه. يعني كلام كابتن فاروق جعفر كلام مهم جدا، لانه هو ابتدى حديثه انا كمدير فني يعني يتحدث وبهذه الصفه، وبيتكلم في قضايا مهمه بشيء منطقي وما كانش محتاج رغي كتير، ويتحدث عن النادي الاهلي وموقفه وقوته الفنيه، وان ازاي ان هو بيعمل حاله وحاجه جديده في الكره المصريه. كل الكلام ده يا جماعه كلام مهم جدا، وياتي يعني من الانصاف من خارج الاهلي يعني. طيب ده كلام مهم للكابتن فاروق. انصاف تاني لنجم عالمي كبير. شوفوا بقى النجم الغاني اسامواجيا اللي يعني كسر الدنيا عالميا، لما يتحدث بعد قرعه الدوري الافريقي عن الاهلي وفرصه في البطوله ومكانته. نشوف. كيف ترى الإضافة التي ستضيف هذه البطولة للكرة الإفريقية؟ أعتقد أنها ستكون تستضيف قيمة كبيرة، وستجعل الأندية مشغولة طوال السيزون، طوال الموسم، لأن عندما تشاهد هذه البطولة ستشاهد ثمانية فرق قوية جداً
وبالفعل هذه الفرق ستختبر مستواها في مواجهات قوية، ولأنها بالفعل بطولة ذات قيمة كبيرة. وفي الحقيقة أنا لا أستطيع الانتظار حتى مشاهدة أول مباراة. أعتقد أنك قلت أن المباراة ستكون قوية. نعم، مباراة قوية، ثمانية فرق قوية، والأهم هو أن هذه النسخة الأولى، والكل يريد أن يكون هو النادي الأول الذي يفوز بها. وكما قلت في هذه البطولة يبدو أن الأهلي يبدو الأكثر قوة، هذا ليس تقليلا من احترامي للآخرين، ولكن الأهلي هو الأقوى، والأهلي جاهز لصناعة التاريخ. يعني يا سمو جان ده واحد من اللعيبة الأساطير الأفريقية، ويعني له تجارب احترافية في أوروبا وفي الخليج، كلها حاجات بأرقام هائلة جدا. لكن لما يجي يقول لك لا أستطيع الانتظار حتى أشاهد أول مباراة في هذه البطولة القوية، هي بطولة قوية ما فيش مناقشة يعني. وبعدين يعرج على النادي الأهلي ويقول مع احترامي للجميع هو صاحب أقوى الحظوظ. يا رب يا رب يا رب أن يظل هذا هو حال النادي الأهلي دائما، وربنا يوفقه ويحقق لنا ما نتمناه. الحقيقة الكلام المهم يا جماعة في ثقافة الأهلي، الأهلي ما بيصليش العصر قبل الظهر، يعني لا ينشغل بمواجهة سان داونز المحتملة على حساب سيمبا التنزاني. المباراة الأقرب هي المباراة الأهم دلوقتي. طبعا في سياق تاني، مباراة اتحاد العاصمة هي المباراة الأهم اللي هتكون إن شاء الله تعالى 9 مساء يوم 15 الشهر ده في استاد الملك فهد في مدينة الطائف السعودية. لكن في الدوري الأفريقي الأهلي لا ينشغل بمباراة سان داونز. كل الكلام عن مواجهة محتملة مع سان داونز ده مؤجل جدا. الأهم التركيز في لقاء سيمبا التنزاني. مباراة سيمبا هي المباراة الأهم، وديكوا شفتوا الراجل أوليفيرا مدرب الفريق التنزاني قال لك احنا مستعدين جدا وعلى الجميع أن يحترمنا وسوف نثبت أننا جديرون بالاحترام. ده اللي يجب الحذر منه. الاهتمام الإعلامي الدائم بموضوع سان داونز ومواجهة سان داونز والدراما بتاعت سان داونز، كل ده لا يعني أي شيء قدام التركيز في لقاء سيمبا. شوف احنا برضو السوبر أفريقي والكلام ده والكلام ده، بس يعني عندنا وقت نفكر في السوبر أفريقي. أنا كل ما يشغلني الآن اتحاد العاصمة الجزائري يوم 10 يوم 15 مش السوق. دي مباراة أنا رأيي هتبقى مفتاح الموسم. يا رب يكملها بخير يا رب، ويكون النادي الأهلي لحق يجهز بالشكل المناسب لهذه المباراة ويصادف التوفيق طبعا. ده اللي يعنيني، لأن دي هتبقى يعني وراها حاجات كتير إيجابية بإذن الله لو تحققت. أزمة المنتخب تم حلها، اللعيبة جاية تدخل المعسكر، لكن يلعبوا ماتش أثيوبيا أو يكونوا متاحين مع مستر فيتوريا في مباراة أثيوبيا، وتاني يوم ينضم مباشرة إلى الأهلي اللي هيستعد هنا لمدة أسبوع ثم يسافر. معلومة ولا توقع؟ لا ده معلومة مؤكدة، يعني تم الاتفاق وتم الاستقرار على هذا الأمر. محمد صلاح كمان النجم العالمي اعتذر عن مباراة أثيوبيا. إذن محمد صلاح ولاعبه الأهلي الأربعة بره. محمد صلاح هيكون متاح في مباراة تونس، لاعبوا الاهلي الاربعه هيكونوا متاحين في مباراه اثيوبيا. والله يا جماعه دي فرصه، ويريحوا في مباراه تونس فرصه فعلا. زي ما السنغال فكرت نشوف يمكن نخرج بحد جديد يقدر يطمننا يعني على المنتخب. انما المعسكر كده الامور مطمئنه. ما احنا يعني مين اهم من ايهاب الخطيب يحدثنا بقى بهذا الحس. الحقيقه يعني شوف انا، انت عارفني انا راجل ببقى شديد الحذر في التفاؤل شويه قبل الماتشات. عشان كده ما اسالكش السؤال بتاع كل الجماهير. اوعى خالص، اوعى ولا قرب. لا لا او خليكم شاهدين، انا كنت عايز اساله السؤال اللي على لسان كل واحد فيكم، بس قال لك اوعى والنبي بلاش. خلاص انا اكل الكلام لحين ما يستقر الامر ان شاء الله تعالى. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في العاشرة مساء الخميس القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.